هيدك دبي كسر كل الأرقام المتوقعة، وصل العدد المشاركين قريب 40,000 من 130 أو أكثر، نقدر نقول من مختلف أنحاء العالم، وعدد الشركات وصل أكثر من 1400 شركة من 70 دولة. عدد الصفقات اللي تم خلال إيدك بحسب الاستبيان الرسمي كان العام الماضي 1.7 مليار دولار، السنة وصل 2,400,000,000. أصبح إيدك عالميا رقم 2، على المستوى العالم والمنسى رقم 1.